صلاة التقيت بالأب يوسف كانتيل، أخبرني عن علاقة صداقة جمعته بأحد الرهبان المطوبين. كنت عرفت كريستيان شاسيل اللي كان زميلي، هو بير بلان مثلي، وكنا آخر مرة رأيته كنا في كما في خلوة لمدة شهر كامل دون كلام في الدير في الصلاة والصوم. وآخر مرة رأيته في ليون، وبعد ذلك سمعته في إذاعة. في هذا الوقت أنا كنت في بوركينا فاسو، وسمعته في الإذاعة إن أربع عبايل بيض من تيزي وزو بالجزائر كانوا ضحية من عملية إرهابية. وفي نهاية اليوم فهمت عرفت إن واحد منهم زميلي.